أصدقائي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الأمور ديالكم طيبة وفي أفضل الأحوال. كيف ما كتشوفوا أصدقائي، حصة اليوم إن شاء الله غنشوفوا teaching methods، طرائق التدريس. هذه الحصة أصدقائي مهمة لجميع الأصدقاء ديال الدراسات الإنجليزية، الفصل الرابع، الخامس، السادس، أو الأصدقاء المقبلين على مباريات التعليم. حصة مهمة بزاف، نتمنى أنكم تركزوا معي عفاكم من الأول حتى الآخر. كيف ما قلنا غنشوفوا طرائق التدريس. فقط بالنسبة للتسمية، كاين بعض الأصدقاء ربما شافوا teaching approaches أو teaching methods، ماشي مشكل في التسمية، لأن من بعد إن شاء الله غنشوفوا الفرق ما بين الميثود approach approach technique strategy etc. وراني داير يعني بعض الحصص اصدقائي في البلاي ليست اللي غنخلي لكم في اللينك في الديسكريبشن، غتستافدوا من هذه المسائل كامله. اذا اول حاجه احنا ملي تنقولوا teaching method او لا teaching methods، شنو كنقصدوا بهم؟ are the techniques used to help students achieve learning outcomes. بكل بساطه، طرق التدريس او لا طرائق التدريس هي واحد التقنيات المستخدمه يعني كتساعد الطلاب على تحقيق نتائج التعلم، اذا الهدف ديالها انها كنخدموا بها يعني كنخدموا بهاد التقنيات او هاد الطرائق باش نحققوا نتائج التعلم، اذا كتساعد الطلاب. كاين بزاف اصدقائي ديال تيتشر ميثود، حنا غنشوفوا اغلبها في هاد الحصه هذه، ومن بعد ان شاء الله نديروا بارت 2 3 اتسيترا. اللي غنشوفوا في هاد الحصه ان شاء الله غنشوفوا اوديو لينجوال ميثود، the direct method كاين اللي كيسميها natural approach، ايضا grammar translation method وكاين اللي كيسميها classical method او تسمى reading approach، silent way و suggestopedia. اذا اصدقائي التركيز ديالكم ورقه وستيلو، غنشوفوا هذا الشيء على شكل خطاطه مبسطه جدا، كل شيء ان شاء الله غيستافد. نقولوا بسم الله. اول طريقه غنشوفوا اصدقائي هي audio lingual method، طريقة الاستماع والتحدث. كيف ما قلت لكم أصدقائي غنشوفوا كل طريقة على شكل خطاطة، الهدف من هذه الخطاطات هو نبسط لكم هذا الشيء بشكل بسيط جدا، لهذا كنطلب فقط التركيز ديالكم. معلومة أخرى أصدقائي، ما تقراوش بزاف باش ما تدخوش، خذوا معي هاد البوينتس مهمين وغادي يسهلوا عليك المأمورية. أولا pronunciation is stressed from the beginning، هاد الطريقة هذه كتقول لنا الاهتمام بالنطق يكون من البداية، هاد النقطة مهمة. إذا المدرس في علاقته مع المتعلم، من الاحسن نقولوا اكاديمية المتعلم بلا ما نقولوا التلميذ، ماشي مشكل، غير هو المتعلم كيكون افضل. ملي كيكتب شي كلمه في السبوره او لا مثلا شي كلمه في الكتاب كركز على النطق ديالها، يعني ما كيتسهلش فيها، ما كيدوزهاش بمعنى. ايضا وهذه النقطه مهمه بزاف، ولو ان جميع النقاط مهمه، skills are sequence، يعني يتم تدريس المهارات بشكل متسلسل. listening يعني كيف ما كتشوفوا L S R W، listening speaking reading and writing، يعني كنبداو بمهارة listening الاستماع، speaking التحدث، reading يعني القراءة، and writing اللي كتسمى كدير production اللي هي excellent الكتابة. وهاد المهارات هما اللي كنخدموا عليهم دابا بشكل كبير جدا، إذا خصنا نعقلوا على هاد البوينتس. اوكي، skills are sequence من منظور audio lingual method. vocabulary limited in initial stage، بمعنى الكلمات كتكون محدودة في المراحل الأولى أو الأولية، باش نبسطوها يعني الأستاذ أو المدرس ماشي مشكل كيمشي بواحد الشكل متسلسل، كيحدد الكلمات. الكلمات اللي غنقريو مثلا في الـ A1 ماشي ديال A2، في الـ B1 ماشي الـ B2، مثلا C1 ماشي C2، فقط باش تفهموا يعني ليفل 1 ليفل 2 اش اللي كنقصد، يعني كتكون محدودة، ما كنخدموش على كلمات كثيرة باش ما كنخربقوش المتعلم. teacher must be proficient only in the structures vocabulary، يعني كتقولنا ان المعلم او المدرس خصو يكون بارع في التراكيب والمفردات. activities are carefully controlled، والانشطه التعليميه كتكون مخططه بشكل excellent يعني بعنايه، ما كتكونش انشطه عفوا حره، لا كيكون الاستاذ هو اللي واقف عليها، يعني ما كيخليهاش فري، ما كيخليش يعني الطلبه ديال المتعلمين كياخذوا الانشطه اللي بغاو. little use of the mother tongue، هذا البوينت مهمه وعقلوا عليها اصدقائي.
هاد الطريقة هادي كتقول لنا استخدام قليل للغة الأم. اش كنقصدوا باللغة الأم؟ المادر تانغ ولا فور اكزامبل المادر لانجويج، كيف ما كتعرفنا ال L1 وال L2 هادشي غنشوفو افتر. يعني أنا مثلا أستاذ ديال اللغة الإنجليزية، دابا راني كنترجم لكم اكسلنت الحصة بالعربية، إذا كتقول لك هي استخدام قليل للغة الأم، يعني اللغة الأم ديالنا حنا هي العربية، ولو أنني كنخدم بها بزاف. هذا غير كنبغي نوصل لكم فكرة باش تفهموني. يعني كتقول لك المعلم أو المدرس في الحصة كيستخدم اللغة الأم ولكن بشكل قليل، يعني ما كيستخدمهاش بزاف. اوكي، كورال ريبيتيشن اند دريلين. اش كنقصدوا بكورال ريبيتيشن اند دريلين؟ يعني ترديد جماعي وتدريبات. هي كتخدم على ريبيتيشن، يعني دريلين، ترديد جماعي، وكدير ما يسمى بالانشطه الاكتيفيتي. لهذا كنقولوا حنا اوديو لينجوال، يعني حيت فيها استماع وتحدث. دائما كيخدموا اناشيد مثلا، كيخدموا سونغز فور اكزامبل، اغاني، كيكون في واحد النوع ديال الميوزيك. لهذا هي كتركز على ريبيتيشن and drilling، يعني ترديد جماعي وتدريبات. عقل عليها مزيان، drilling، ترديد جماعي وتدريبات. prevent learners errors، هذه بالحمر، عدم التسامح مع الأخطاء ومنعها والتصحيح بشكل فوري. يعني ملي كنقولوا حنا عدم التسامح مع الأخطاء ومنعها والتصحيح بشكل فوري، يعني ان اي متعلم دار واحد الايرور، ماشي غير ميستيك، يعني دار واحد الايرور، كيوقف التيتشر يقول له ستوب، كيصححوا في ديك اللحظه. لهذا عدم التسامح هي كتركز على هذا البوينت هذه بشكل كبير جدا. لهذا كنلقاو بعض المعلمين او المدرسين، يعني اساتذه، كيركزوا على هذه الطريقه هذه، والتلاميذ ديالهم ما كيكونوش عارفين المتعلمين، هو راه كيخدم بهذه الطريقه. لهذا كتلقاه في كل لحظه كيوقف يعني المتعلم. غتقول لي مزيانه ولا قبيحه؟ حنا فقط كنتعرفوا عليه. نزيدو، no grammatical explanation inductively. هاد البوينت مهمة بزاف. هنا كتقول لنا أصدقائي لا يوجد تدريس مباشر للقواعد، يعني تدريس من خلال التعرض لها، يعني بطريقة ما يسمى بالاستقرائية inductively، الاستقرائية، يعني المتعلم يتوصل للقاعدة من الأسئلة. باش تفهموني مزيان، نعود لكم، كتقول لنا no grammatical explanation، لا يوجد تدريس مباشر للقواعد. يعني ماشي مثلا غنقراه present simple ولا present continuous، غنجي نكتبها له في السبوره وغنبقى نشرح ليه الدرس ديال present simple present continuous، هنا غدير ing، هنا غدير مثلا s، هنا es، نتمنى تفهموني. لا، هي كتقول لنا بالطريقه الاستقرائيه inductively، يعني المتعلم يتوصل للقاعده من الاسئله، اذا كنتعرضوا لها فقط في اطار النقاش ديالنا مع المتعلم. الطريقة الثانية غنشوفوا أصدقائي هي the direct method، الطريقة المباشرة، أو ممكن نسميوها natural approach، الطريقة الطبيعية. كنظن فهمنا غير من direct method natural شي حاجة. يعني أول حاجة كتركز عليها الطريقة هذه كتقول لنا no use of mother tongue، غير مسموح بالتحدث باللغة الأم، لهذا كنسميوها natural، يعني كدوي باللغة الإنجليزية، كتقري طبيعة الحال المتعلمين ديالك longly بلونجلي. ملي كنقولوا mother tongue يعني mother language، احنا كعرب غير مسموح لنا مثلا نستخدم اللغه العربيه داخل الفصل الدراسي. هادشي كنقوله بالنسبه للمدرس وايضا المتعلم، كيكون بيناتهم واحد ديال واحد الاتفاق. هاد النقطه نعقلوا عليها اصدقائي. ثانيا، lessons begin with dialogue and anecdotes، يعني الدروس تبدا بمحادثات وحكايات. من كيبغي التيتشر يدير الحصه ديالو كيبدا بواحد المحادثه قصيره او حكايه، يعني باش يفتح الشهيه للطلبه ديالو او المتعلمين. Action and picture are used to make meaning clear. استخدام الصور أو الصورة مثلا والحركات لتوضيح المعنى. يعني كيستخدم الأستاذ أو المدرس body language، لغة الجسد ديالو. وهنا أصدقائي التيتشر خصو يكون active، ما خصكش تكون inactive. وعلاش حنا قلنا هاد النقطة هادي باش نوضحوها؟ علاش كنستخدموا الصور والحركات لتوضيح المعنى؟ حيت مهما كنخدموا بطبيعة الحال باللغة الإنجليزية باش ندرسوا باللغة الإنجليزية، في بعض الأحيان الطلبة ديالنا أو المتعلمين كيوقع عليهم واحد المشكل في الفهم. لهذا الأستاذ كيستخدم الأكشن، يعني كنقولوا البادي لانجويج، والبيكتشرز كبديل باش يوصل أو يوضح المعنى. أيضا، teacher must be a native speaker or have native like proficiency in the target language. هنا المعلم او المدرس خصها تكون عنده قدره على التحدث مثل اهل اللغه الاصليين او مشابه لهم. مهما كتقري لونجلي بلونجلي خصك تكون بطبيعه الحال كدوي بلونجلي. والاصدقاء اللي كيدفعوا بطبيعه الحال كيبوستيو يعني الجوبز بالنسبه للتيتشين جوبز، راه كيلقاو بعض المرات كيقول لك بغينا النيتيف سبيكر. علاش كيطلبوا النيتيف سبيكرز؟ خاصه الناس الاصدقاء يعني الاخوه السعوديه ولا مثلا
الامارات لقاه بصفه عامه، حيت كيبغي واحد الاستاذ اللي ما يستخدمش لهم اللغه العربيه في الحصه او الفصل الدراسي باش تفهموا مزيان. ولا طلبوا مثلا فور اكزامبل نون نيتيف سبيكرز بحالنا حنايا، ربما كيبان ان هذاك الاستاذ اللي غيدرس عنده واحد الاكسون مثلا اللي كتاهله يقري، او لا ممكن يعني انه يقري باللغه العربيه في بعض الاحيان، ما كاين حتى شي مشكل. ايضا literally text pleasure، اش كنقصدوا بهذا البوينت؟ النصوص الادبيه تقرا للمتعه فقط، يعني كتقول لنا هذه الطريقه هذه ما كنقراوش حنا واحد النص ادبي باش مثلا نفهموا هذه الكلمه، او لما مثلا نركزوا على هذه الكلمه نشوفوا الجرامر هنا، نشوفوا البرونسيشن فوكابل، لا فقط المتعه for pleasure. نقطه اخرى اصدقائي goal communication، الهدف ديال هذه الطريقه هذه مكتوبه عندك بالاحمر هو التواصل. هادشي كله اللي كنشوفوا الهدف من هذه الطريقه هو خلق واحد التواصل او مجال ديال التواصل ما بين المتعلمين والاستاذ ديالهم. ايضا grammar no explicit grammar explanation inductive، اش كنقصدوا بinductive or inductively؟ يعني grammar inductively اوكي no explicit grammar explanation. القواعد كيف ما شفنا من قبل بالطريقة الأولى، القواعد بالطريقة الاستقرائية، لا يوجد شرح يعني واحد شرح صريح للقواعد. هنا نقدروا نقولوا في هذه النقطة كتفق هي مع الطريقة اللي كنا شفنا ديال الاوديو لينجوال ميثود، كتقول لنا grammar inductively اوكي inductive يعني inductively بطريقة استقرائية، no explicit grammar explanations يعني لا يوجد شرح صريح للقواعد. الطريقة الموالية اللي غنشوفو هي grammar translation method، أو ممكن نسميوها classical method، طريقة القواعد النحوية أو الترجمة أو الطريقة الكلاسيكية، إذن هي طريقة قديمة، وهالطريقة كاين بعض المؤسسات التعليمية أو بعض المناهج بقى كتخدم بها، وهالطريقة هذه أصدقائي هي اللي كنخدم معكم بها دابا، إذن هي راه طريقة قائمة بذاتها. لهذا بعض الأصدقاء كيقول لك ميمكنش نشرحو لونجلي مثلا بالعربية أو غير ذلك، ماشي مشكلة، كاين مجموعة من طرق في الشرح، الهدف هو الأندرستاندينغ. وأول حاجة كتركز عليها الطريقة هو هادشي اللي قلت دابا، يوز مادر تونغ، تدرس باللغة الأم، يعني كتشرح اللغة الإنجليزية بالعربية. الهدف اللي باغي يوصل لنا المعلم أو المدرس بطبيعة الحال المتعلم ديالو هو يفهم الحصة، كيف ما درسوا بأي طريقة، المهم يفهم لنا الحصة. يوز مادر تونغ، هاد الطريقة هادي باش تعقلوا عليها جات تقريبا ضد الطريقة المباشرة، أوكي؟ ضدها. علاش كنسميها ترانزليشن؟ حيت كترجم. أيضا translate the whole text، وهذا الشيء اللي قلنا دابا، ترجمة النصوص كاملة كلمة كلمة، أي نص أدبي كان قدامنا، أي نص أدبي فإحنا كنترجموه كلمة كلمة باش نفهموه، إذن هي كتركز على الترجمة. من بين الأمور وهذه النقطة مهمة بزاف، intricacies of grammar، شرح مفصل ومعقد للقواعد، يعني أي قاعدة خديناها ضروري خصنا نشرحوها بواحد الشكل مفصل ومعقد. مثلا كنقراو البريزنت سيمبل، ميمكنش ليا انا غنقرا لك البريزنت سيمبل وما نقراش الحالات كامله مثلا اللي غتكون مع الفيرست فور اكزامبل سينجولر سيكند سينجولر ثيرد بيرسون الى غير ذلك بلورال، يعني كتركز على القواعد، كتشد القاعده وكتبقى تحلل فيها حتى تفهمها. وهنا الاصدقاء يعني او الزملاء كاين اللي كيخدم بهذه الطريقه هذه حتى ان المتعلمين كيحسوا بواحد النوع ديال الملل، الا راه الاستاذ ديالك ماشي كيخدم معك باش تحس بالملل، هو كيخدم بهذه الطريقة هذه، إذن هذه الطريقة قائمة بذاتها. أيضا the teacher doesn't have to be able to speak the target language، كيف ما قلت لكم هذه ضد الطريقة المباشرة، كتقول لنا هنايا الأستاذ ما مفروضش عليه أنه يكون عنده القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية، عادي يكون غير كيفهم لنا القواعد وكيقري ماشي مشكل، لا راه أستاذ لغة الإنجليزية باش ما تفهموش يعني الطريقة غلطة، يعني ماشي بالضرورة يعني يكون عنده قدرة ولا يكون واحد الإنسان اللي هو ماهر، أوكي؟ إنسان مجهد في اللغة الإنجليزية، فقط أستاذ يقري لونجلي ويشرح لونجلي بشكل بسيط للطلبة أو المتعلمين ديالو. List of isolated words، هنا كتقول لنا واحد القوائم اللي كتكون منفصلة من الكلمات، دائما كيكون عندنا واحد المجموعة من الكلمات كنعطيهم المتعلمين اللي كتكون منفصلة، كيحفظوهم كيخدموا عليهم باش ياخذوا واحد النوع ديال الفوكابولري. Also no attention is given to pronunciation، إذن هذه راها ضد البوينت اللي كنا شفنا ديال الأوديو لينجوال، كتقول لنا هنايا عدم الاهتمام بالنطق، إذا كانت الأوديو لينجوال كتركز على النطق في النقطة اللي كنا شفنا، هذه كتقول لك النطق عندها ماشي مهم، نطق كيف ما بغيتي، هدر كيف ما بغيتي.
teacher authority. هنا فين كاين المشكل؟ المعلم له السلطة في الفصل، يعني كيولي الأستاذ هو كل شيء في القسم. لهذا الطريقة اللي كيستخدم في التدريس وكيفاش كيترجم باتباع الطريقة بطبيعة الحال، ما كيخدمش من دماغه وكيستخدم اللغة الأم، هو كتكون عنده سلطة، ما كيعطيش واحد السلطة بطبيعة الحال للمتعلمين ديالو كيف ما بغات تكون، مباشرة أو غير مباشرة، ولكن السلطة كاملة في يده، إذا هو اللي كيتحكم في الفصل الدراسي. No communication. هنا فين كاين العيب ديالها؟ كيف ما قلنا راها ضد هي الدايركت ميثود، عدم القدرة على التواصل. هالطريقة هذه كتقول لك أنا بالنسبة ليا ما كيهمنيش التواصل. وبطبيعة الحال لا خدينا مثلا واحد طالب معين وبقينا غير كنخوي فيه القواعد 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 وكيترجم وما كنخدموش معاه، بطبيعة الحال التواصل غيخرج ما يكونش تواصل. هذه فقط طريقة، حنا واش معاها واش ضدها؟ الله أعلم، كل واحد شنو كيشوف، ولكن نعقلوا على هاد البوينتس حيت غادي يهمونا بزاف ونعقلوا عليهم. الطريقة الموالية أصدقائي reading approach، ومن تسمية ديالها بين أنها طريقة كتقوم على القراءة، يعني كتهتم بالقراءة، الهدف ديالها يعني هو القراءة. objective reading comprehension كيف ما قلت لكم هدفها الفهم القرائي، يعني باش تفهموا مزيان شنو كنقصد بالفهم القرائي، فاش كنعطيو واحد النص كيف ما كان لواحد المستوى معين، اوكي ماشي مثلا ناخذ انا الاي 2 ونعطيهم السي 2 وغنقول لي خصك تفهم، لا كيكون ليفل عنده علاقه بالنص اللي غنعطيه، اوكي كيكون غادي بواحد الشكل اللي هو متوازي. الاي 1 نعطيهم نص ديال الاي 1، لهذا كنقولوا الهدف ديالها هو الفهم القرائي، غنعطيه النص نشرحه له خصو يفهم، هذا او لهذه النقطه من بين النقاط اللي كتركز عليها الطريقه هذه. ايضا translation is repeatable، اش كنقصدوا بهذا البوينت هذه؟ حيت بزاف الاصدقاء ما كيفهموش شنو كنقصدوا translation is repeatable. الاهتمام بالترجمه اثناء الدرس، يعني ما غاديش ناخذوا هذه الكلمه هذه ونترجموها في جوجل غادي تفهموا معنى اخر، لا ملي كنقولوا translation is repeatable الاهتمام بالترجمه اثناء الدرس، يعني اي نص خديناه كنقراوه طبيعة الحال في ديك اللحظة الأستاذ كيبقى كيترجم لنا الدرس، لأن الهدف من هالترجمة شنو هو؟ excellent، هو الunderstanding، هو الcomprehension، هادشي كله كتخدم على أن الطالب ديالنا خصو يفهم. vocabulary is controlled at first، أش كنقصدوا أصدقائي vocabulary is controlled at first؟ هنا خصك تعرف أن تدريس المفردات كيكون محدود في البداية، إذا احنا في أول stage كندرسو المتعلمين ديالنا الفوكابلوري كيكون محدود، وايضا يقتصر على الاكثر اهميه، يعني اي فوكابلوري كيكون مهم يعني فوكابلوري كنعطيوه للطالب المتعلم ديالنا وكيكون متكرر، اوكي وهنا كيكون غادي بواحد الشكل اللي هو كيتوسع 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 على حسب المستوى ديالو، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ايتترا، يعني كنبنيو بطبيعه الحال المستوى ديال المتعلم. only grammar useful for reading comprehension، اش كنقصدوا بهذه النقطه اصدقائي هنايا؟ كنقصدوا بها بأن التدريس أو القواعد، يعني تدرس القواعد المفيدة في الفهم القرائي فقط. أش كنقصدوا بتدرس القواعد المفيدة في الفهم القرائي فقط؟ أنا مثلا غنقريك واحد نص معين، وفداك النص غيكون كيهضر على present continuous، واحد الاكتيفيتي مثلا، ولا كندير واحد ديسكريبشن واحد الوصف معين، في ديك اللحظه الاستاذ كيحاول يشرح هذاك الجانب ديال الجرامر اللي عنده علاقه فقط بالpresent continuous، يعني ما كيخرجش عليه. علاش؟ برافو عليك، باش يكون الفهم دوبل، غيفهم لي النص وغيفهم علاقه القواعد بالنص، كيفاش كنوصفه مثلا او لا كنستخدموا present continuous باش اننا نوصفه. كاين بزاف ما يتقال صراحه في هذا الشيء، غير الوقت ما عندناش بزاف. teacher does not need to have good oral proficiency in the target language، هنا كتقول لنا ليس ضروري ان يكون المعلم بارعا في اللغه، اوكي يعني ماشي بالضروره يكون مجهد في اللغه باش انه يقرر لنا اللغه الانجليزيه مثلا. اخر نقطه عندنا اصدقائي reading comprehension is the only skill emphasized، بمعنى مهاره القراءه هي الوحيده التي يتم التركيز عليها، يعني ملي كنخدموا حنا فور اكزامبل المهارات كامله اللي هي الليسنين كيف ما عرفنا سبيكين الريدين رايتين، هذه كتركز على المهاره ديال الريدين بشكل اكثر واكبر من المهارات الاخرى. الطريقه المواليه هي سايلنت واي، الطريقه الصامته، وغنشوفوا اصدقائي علاش سميناها الطريقه الصامته. اولا independence autonomy and cooperate، بمعنى الاستقلالية وكيف يصبح الطالب مسؤول عن تعلمه ويتعاون مع طالب آخر، إذن هي كتلعب على الاستقلالية ديال الطالب، كيولي مسؤول على التعلم ديالو، كيعرف الأخطاء ديالو وكيتعاون مع البارتنر ديالو. also gestures mime visual aids wall charts etc، بمعنى كتلعب لنا على الإيماءات
حركات مثلا، كتخدم بوسائل مرئيه، ممكن تشري يعتمد على واحد لوحات، يعني لوحات كنقصد لوحات جداريه، اعواد خشبيه الى غير ذلك. ولا عقلتوا معايا هذا الشيء استخدمناه في الابتدائي، غنفكركم باباجينا والاقراص وداكشي كامل، راه الاستاذ كان كيستخدم الطريقه الصامته. علاش؟ لانه كان كيدير دور المراقب، كيعطينا حنا نخدموا مجسمات ولا نقادو، هو كيشوف هذا الشيء كله، كيخدم التعلم يعني، ماشي كنضيع الوقت. teaching should be subordinated to learning، كتقول لينا ان في هذا البوينت التعلم ياتي في الاهميه قبل التدريس، التعلم ياتي قبل التدريس في الاهميه طبيعه الحال. language inductively، هذه النقطه كنا شفناها، يعني اللغه كتدرس بالطريقه الاستقرائيه، الوصول من الامثله للقاعده، يعني from examples to the rule. غنكتب لك انا مثلا علي did his homework، غنقول لك مثلا شكون اللي دار مثلا الاكشن، امتى باس، هذا اذا باس سيمبل، فينا هو الفيرب، علاش درنا did، irregular verbs، هكذا كنخدموا بهذه الطريقه هذه. also errors equal clues، بمعنى هنا خصكم تعرفوا واحد النقطة بعدا، الايرور اصدقائي راه ماشي هو الميستيك، الميستيك ممكن نتجاوزه ولكن الايرور كنوقفوا عنده. المعلم او المدرس ينظر للاخطاء، نحاولوا نفهموها هكا، كمفاتيح بحال واحد الكيز على عدم وضوح اللغة، وكيساعد الطلبة ولا الطالب وكيعدل في التدريس، كيقاد في التدريس وفقا للاخطاء. يعني مثلا الاخطاء هي اللي كتوجه طبيعة الحال الاستاذ انه يقاد طريقة ديال التدريس باش كيخدم مع الطالب ديالو، والهدف كله هو الفهم، الاندرستاندين. علاش سميناها بطبيعة الحال بهذا الاسم؟ relative silence of the teacher، سميت بالطريقة الصامتة لصمت او للصمت النسبي للمعلم، يعني كيكون نسبيا صامت. The last method my friends suggest superior، التدريس بطريقة الإيحاء، لهذا لا داعي تبقاو ترجموا هذا الشيء في جوجل حيت غادي تخربقوا. كخلاصة لهذه النظرية باش تفهموها مزيان، هاد النظرية كتقول لنا هنا يتعلم المتعلم اللغة، ركز معايا، يتعلم المتعلم اللغة عندما يستقبلها بدون معيقات ذهنية، يعني ما كيكونش عنده مشكل، كنقرأ اللغة الإنجليزية كيستقبل المعلومات وما كيكونش عنده problem. يعني يوحى للمتعلم أن تعلم اللغة سهل، بالتالي يزول أي عائق. وهنا غنشوفوا النقاط أصدقائي اللي كتركز عليها هاد الطريقة هذه. أول حاجة كيديرها التيتشر أصدقائي، teacher presents script two times over two days with music، بمعنى المعلم او المدرس يقدم، كيعطي واحد النص على مدار يومين، جوج مرات على مدار يومين مع موسيقى. ركزوا معايا، عيشوا معايا وغتفهموا هذا الشيء. فكر انك انت هو المدرس، كتعطي للطلبه ديالك واحد النص. اش كدير في اليوم الاول؟ اوكي، first day car ready with songs and games، في اليوم الاول كيقراو هذاك النص قراءة جماعية مع أغاني وألعاب، إذا نفس النص هما قراوه، أوكي، قراءة جماعية مع أغاني وكيديروا واحد الألعاب. في اليوم الثاني second day elaborate on the script to tell anecdotes or story، في اليوم الثاني يضيفون تفاصيل، كيزيدوا واحد التفاصيل على النص ويحكون قصة. also script with L1 translation on the same page، بمعنى هنا كيولي واحد الدور كيديروا الاستاذ، اش كيدير الاستاذ او المعلم؟ النص كيصاحبوا بترجمه، يعني كيترجم لهم النص الى اللغه الام L1 باش تفهموا، كاين L2 يعني كاين اللغه ديالنا حنا باش كندويو، وكاين السكند لانجويج L2. النص كيكون مصاحب بواحد الترجمه بالعربيه بنفس الصفحه، كيشوف هنا لونجلي، كيشوف هنا حداه العربيه، وهذا الشيء كله كامل، كله عفوا قلنا كامل باش يكون الفهم. teacher uses mother tongue when necessary، المعلم او المدرس يستخدم اللغه الام عند الضروره، اذا مباح استخدام اللغه الام في بعض الاحيان، اذا هو كيترجم، اذا راه كيستخدمها، هادشي كله كيف ما قلنا، برافو ليك للفهم. also vocabulary is emphasized، grammar is dealt with explicitly by minimal pronunciation is developed by reading out loud. نشرحوا هاد النقطات باش نفهموا مزيان. يعني الكلمات او المفردات الفوكابلري يتم التاكيد عليها، يعني كيحاول يشرح الفوكابلري. القواعد تدرس، اوكي، تدريس صريح لكن بشكل قليل، يعني كيحاول انه يدرس القواعد بواحد الشكل مباشر ولكن ماشي بزاف. هنا النطق، النطق بالنسبه لهم ولا بالنسبه لهاد الناس اللي كينظروا في هذه الطريقه يتحسن من خلال القراءه الجماعيه، لهذا كيخدموا بديك القراءه الجماعيه الكورال. اوكي، النطق يتحسن من خلال القراءه الجماعيه، والنطق بصوت عالي، خصك تهدر، اوكي، يعني كنقولوا اوت لاود، خصك دوي مجهد، اوت لاود بمعنى مجهد باش الاستاذ كيسمعك كيحاول يصحح لك. ايضا اصدقائي نقطه اخرى، learning is facilitated،
وهذه مهمة بزاف بالنسبة لهذه الطريقة باش كنحيدوا ديك الإعاقة الذهنية. المتعلم كتقول لنا هنا التعلم يتم تسهيله في بيئة أيضا مريحة، يعني كل شيء باش نخدمه الطالب ديالنا ويفهم. آخر نقطة غنشوفه بالنسبة لهذه الطريقة هي physical environment. اش كنقصدوا بphysical environment؟ تهتم بالبيئة الصفية طبيعة الحال المتعلم، ضروري كنهتموا بهذاك الجو العام المتعلمين، كيفاش كيتحركوا، كيفاش كنجلسوهم إلى غير ذلك. أصدقائي نتمنى نكون فهمنا هذا الشيء هذا، ونكون توفقت أنني وصلت لكم يعني هذا الشيء بشكل بسيط جدا. أصدقائي هذا الشيء كياخذ مني واحد المجهود، لهذا نتمنى أنكم تنتم تديروا مجهود وتشاركوا هذا الشيء مع الأصدقاء ديالكم في سبيل الله باش كل شيء يستفاد. خليوا لي التعليقات ديالكم، لي لايك ديالكم، نشوفوا إن شاء الله في حصة مقبلة. Thanks for watching my friends and goodbye.